معي اليوم بتوب ستوريز أصغر كاتب أيقونات بلبنان مرشد الأحمر. صباح الخير مرشد. بونجور. أهلا وسهلا فيك. منقول منقول كاتب مش رسام أيقونات، ليه؟ يعني نحن بنعرف أنه الأيقونات هن رسوم دينية بتعبر عن أو قصة بالكتاب المقدس أو حتى قديس أو عن المسيح والعذراء. ليه بيقولوا كاتب أيقونات؟ ليه ما بيقولوا رسام أيقونات؟ لأنه الأيقونة بتخبر قصة؟ بتخبر قصة عن حياة المسيح والقديسين. نعم. لذلك نقول كاتب أيقونة مش رسمي. أها. بلشت موهبتك عن عمر كتير صغير وكنت ترسم شو ما كان، لحديت ما أهلك اكتشفوا هالموهبة وكان عمرك 8 سنين. انتهيت من أول رسمة لك، شو كانت أول رسمة لك؟ تتذكر؟ صراحة لا. بعد ما حافظوا لك عليها الأهل الرسمي بس بخبروك القصة. أوكي. بعدين قررت أنه تكمل وتابع بالرسومات وتخصصت أكثر بينك وبين نفسك بكتابة الأيقونات وتعلمت عن قد عن يد الأب شربيل بعبود، بوجه له تحية. نعم. بالمعهد الأنطوني بمروكوز. عملتها سنة عنده، رجعت كفيت لحالي. نعم. جد بلشت رسم شو اسمه اللوحات أويل الزيتية. نعم. شو اللي بتقدر تتعلمه بمجال الأيقونات غير الرسم العادي يا مرشد؟ يعني شو اللي مغير عن الرسم العادي اللوحات الزيتية؟ في كتير أشياء مغيرة، الطريقة اللي بنرسم فيها البانتير، اللوحة اللي بنرسم عليها الخشبة، كل شيء. وين حسيت أكثر يعني رح بتكمل بالرسوم أو اللوحات الزيتية أو بالأيقونات فقط؟ هل رح بتكمل بالاثنين؟ رح كمل بالاثنين بس الأيقونات يعني أكثر شوي. ليه؟ ما بعرف، حسك في دافع أكثر أو محبة أكثر للدين. مزبوط. شاركت لهلأ بمعارض؟ بكنيسة كنيسة مالياس بأنطلياس. أي متى؟ الشهر الماضي. كيف كان المعرض؟ كيف كانت الأصداء؟ شو كانت اللوحات والمواضيع يلي رسمتها مرشد؟ في لوحات عربية. نعم. في أيقونات صغار. في كل شيء تقريبا كان. رح نبلش نشوف بعض اللوحات يلي انرسمت وانعرضت بالمعرض لمرشد الأحمر. هون عم نشوف أكيد سيد المسيح. كيف بتختار وكيف يعني هون شو فسر لي أكثر عن الأيقونة؟ هذا تاني أيقونة عملتها. بالمعهد الأنطوني. نعم. هل في قوانين معينة للرسم رسم الأيقونات مرشد؟ ايه اكيد في، مثلا هيدا البرمه. نعم. بدك تاخذ السنتر على الحاجب. نعم. في قياسات لها معينه وكل شيء. هون شو؟ لكن الايقونات لهم علم خاص فيهم وهن بيعطوا شيء فعلا كثير عميق يعني وبنوصل فكره من وراهم. اكيد هون عم نشوف الالوان بتتغير وحتى نوعيه الماتيريال اللي يستعمل مرشد هو مغير عن اللوحات العاديه. اكيد هو بيكون بيجمان من الوان نقلتها مع صفار البيض ونلون فيها. نعم. وحضرتك تبعت دروسك لمدة سنة تقريبا وبعدين قررت أنه تتسجل بالمعهد ولكن ما قدرت تتسجل بالمعهد. شو صار بوقتها؟ رفضوا لأنه عمرك صغير؟ مزبوط، رفض. الأبونا برشربيل معبود. نعم. استغرب أنه طفل عمره 12 سنة ما يجي بده يتسجل أيقونات. وين المعهد؟ بالمروكوز. وليه ما قبل؟ لا بعدين رجع قبل انه عمره صغير. رجع قبل لما جرب رسمت له ليصدق انه انت بتحب. مزبوط. اوكي. وبعدين يعني من بعدها اكيد صار في تطور كبير لرسوماتك وقدرت تصير تتحسن بشكل سريع نسبه للوقت يلي تعلمته. هي سنه بس عملتها؟ سنه. رجعت كفيت شوي مع ابونا بطرس الخوري. رجعت كفيت لحالي. وهلا حاليا بترسم لحالك من دون مرشد روحي يعني؟ بتقدر تحس انه فيك تتطور؟ هل بتعمل ابحاث عن الموضوع؟ اكيد اوقات بس
بكون مع هذا في شغلة مش عارفها أو شيء أكيد بشوفها على الإنترنت. شو بتقدر تاخد معلومات جديدة؟ يعني في أشياء جديدة بتضلها بعلم الأيقونات أونلاين مثلاً، إن كان من ناحية الأدوات المستعملة أو الألوان؟ أكيد. شو اللي مميز؟ يعني دائماً بنشوف زيت تقريباً الألوان موجودة، الأحمر، الذهبي، كلهم عنده رمز، مثلاً الأبيض للحياة، الأسود للموت، الأصفر للنور وهيك أشياء. الأحمر، الأحمر للملوكية، والذهبي، الذهبي للنور كمان، للنور بيعطينا الضوء الأصفر. هيدا هو يلي بشاع يمكن من القديسين يلي منرسمهم نحن عادة. حاليا عم بتابع دراستك بجامعة الروح القدس بالكاثوليك. مزبوط. شو عم تتخصص؟ انتريور انتيريور ديزاين. يعني مش ما فتت بعالم الايقونات مع العالم انه نحن بنعرف انه موجود هالاختصاص، ليه ما اخترته؟ لا انا حبيت فوت بالانتيريور بعدين بس خلص الجامعه حابب اروح على روسيا كافي علم الايقونات هنيك. ليه بروسيا؟ ليه اخترت روسيا بالتحديد؟ لانه هنيك اكثر شيء في هذا العالم بروسيا. يعني حسيت انه هنيك البلد يلي ممكن يعطيك اكثر شيء المعلومات يلي حضرتك بحاجه لها من شان تتابع وتتطور. علم الايقونات نحن بنعرف انه يعني بشكل خاص معلق بعلم اللاهوت وبكل العلوم الكنسيه الدينيه، هل ممكن كمان تتوجه لهالمجالات هيدي مرشد او بس رح بتضل بالرسم او بكتابه الايقونات؟ لا اكيد بحب توجه لهذيك. يعني بتحب تصلي، بتحس انه هالرسومات بتخليك تتقرب اكثر من الصلاه كمان؟ اكيد مش مشكله. يعني هل هالشق الديني موجود برسوماتك وبتحسه انت او بس هو مجرد فن بالنسبه لك؟ لا في احساس اليوم باي سنه حضرتك بالجامعه؟ اول سنه. وكيف حاسس التقليعه؟ لا منيح مش حال. منيحة. أنا يعني طبعا بدنا نتمنى لك كل التوفيق، ولكن منعرف نحن أنه وأنا بعرف من معلومات خاصة لألي بأنه حضرتك مثل ما شايفين بتتمتع بشخصية هادية جدا، وهالهداوي بتنعكس على لوحاتك. يعني مزبوط. لوحاتك الزيتية شو عم بتكون مواضيعها بشكل عام؟ شو عم ترسم؟ مثلا لوحات عربية، أشياء مثل شو يعني؟ مثل في بالصور. خلينا نشوف اللوحات الزيتية يلي أكيد حضر لنا إياهن مرشد. عم بتكون مواضيع من وحي العالم العربي يعني أو من وحي لبنان بشكل خاص؟ تقريبا. وقدي بتحس أنه شخصيتك بتنعكس مزبوط مثل ما خبرونا أصحابك وأختك يلي موجودة معنا اليوم بأنه موجودة شخصيتك بلوحاتك؟ بتحب الحياة، مرح، وكل أصحابك بحبوك، وبعرف أنه عندك كتير أصحاب. عم نشوفك هون عم ترسم مظبوط. وقدي بتكون مركز عندك أتوليه؟ وين موجود هالأتوليه؟ هيدا بالمعهد الأنطوني وتكتام تعلم. نعم. هيدا بالمعرض بالأتوليه. ومواضيع والالوان اللي عم تستخدم باللوحات الزيتيه عم بتكون تقريبا بتشبه اللوحات او الايقونات اللي عم تستعملها او الالوان اللي عم تستعملها بالايقونات؟ لا غير شيء كليا. عم بتكون مغيره؟ عم بتكون ملونه اكثر؟ عم بيكون فيها طبيعه؟ مزبوط. فيها وشفنا فيش. هون انا شفت لوحه فيها حصان يمكن. الاحصنه ليش هالقد بتعني لك؟ ما بعرف بحب شكله هيك. بتحب تحس انه عبالك ترسم. انا بدي اشكر وجودك معنا مرشد الاحمر، بدي اتمنى لك كل التوفيق ان كان بحياتك الجامعيه اللي بعدك مبلشه جديد او بحياتك العمليه، وان شاء الله بتوصل لكل حلم كنت عم تحلم فيه. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا رح ناخذ وقفه قصيره، ومن بعدها بدي اطلب منكم تحضروا اتصالاتكم، تحضروا تليفوناتكم، لانه زينة نمرود صارت موجوده معنا بالاستوديو لتلقي اتصالاتكم بالنسبه لورق التارو، فكل الاشخاص اللي عبالهم يستشيروها ويتصلوا فيها نحن ناطرينكم بعد هالبريك.